سبب الوقوف الوقفه اللي درنا اليوم في الجهه ديال كازاستات هو كتجي كاحتجاج على داك الاتفاق اللي كان ما بين الوزاره وبعض النقابات اللي تم فيهم تجاهل تام للمطالب ديال فئه الممرضين وتقني السحاب المغرب، لانه تم الترويج اعلاميا بانه تم حل ملفات الممرضين وباقي قطاع الصحه، ولكن هذا كان تغليط للراي العام، لانه صراحه كنجيو كنشوفوا حتى بعض النقابات حتى هما كانوا في هذا الصف هذا، وهذا هو هذا الامر اللي كنسجبوه، لانه صراحه ملف الممرضين وتقنيه الصحه مازال ما تحل منه حتى شي مشكل لحد الان. نعم بعض النقابات تخلاو على ملف الممرضين، لانه عارفين ملف الممرضين راه مهم، ولكن مشاو في الطرح تاع الوزاره انهم حلوا ملفات ديال الاطر اخرى، والملف ديال الممرضين اللي ملف مهم وسنوات هذه وحنا كنحتجوا عليه مازال ما تحل فيه حتى شي مشكل. المطلب ديالنا راه الملف المطلبي راه محطوط بين ايدين وزير الصحه اللي فيه عده مطالب، من بينها بغينا واحد الهيئه ديال الممرضين وتقنيه الصحه، بغينا الانصاف التعويض عن الاخطار المهنيه، بغينا مراجعه شروط الترقي، بغينا اخراج مصنف المهن والكفاءات، ولان هاد المطالب هادو كلهم راه فيهم مطلب واحد اللي مادي، اما الاخرى راه الوزاره ما تخسر عليهم حتى شي درهم، ولكن لحد الان ما عرفناش علاش باقي التجاهل ديال مطالب الممرضين. ننظم الوقفه الجهويه تنزيلا لمضامين البيان الوطني الذي دعا لتنظيم وقفات جهويه ومحليه. اليوم من خلال هاد الوقفه نستنكر جميع مخرجات الاتفاق اللي تم بين الحكومه وبعض الاطراف. كذلك اليوم كنستنكروا جميع اشكال الاقتطاع اللي طالت ايام السبت والاحد اللي ما كانوش داخلين في الاضراب. كذلك جميع اشكال الترهيب التي طالت جميع طلبه معاهد العليا لمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. اليوم رسالتنا الى وزاره الصحه ان ايدينا ممدوده من اجل الحوار في جولات الحوار القادمه ولتصحيح مسار الملف. كذلك رساله الى جميع المناضلين لرص الصفوف حتى تحقيق المطالب. ثالث حاجه رساله الى المواطن المغربي ان سلسله المقاطعات التي طالت في جميع الاقاليم والجهات جاءت من اجل ضمان الامن الصحي داخل المؤسسات من اجل اخراج مصنف الكفاءات والهيئه. اليوم تم اتفاق جزئي مع النقابات، هو اتفاق سماه المكتب الوطني اتفاق اعرج. كنطالبوا حنا وزاره الصحه انها تقوم باعاده تصحيح المسار من خلال جولات الحوار القادمه اللي ذكرت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.